اتجه اليوم لمشروع راس الخور. المشروع يدمج بين داون تاون دبي ويدمج بين فكرة دبي مارينا، وغير عن هذا موجودة المحمية. فثلاث أفكار في واحد دمجتها أعمار. نروح نشوف المشروع اليوم. طبعا على يساري داون تاون، متوجهين لمشروع راس الخور حاليا. نروح نشوف المشروع، نسوي زيارة بسيطة للمشروع، ناخذكم في جولة خفيفة ونترك الكاميرا تتحدث ونقول بسم الله. وصلنا لخور دبي. مثل ما تشوفون المنطقة مجهزة، وتشوفون قدامكم ما شاء الله الأبراج قايمة والأشغال قايمة على قدم وساق. أبراج وايدة مثل ما تشوفون، شكلها أبراج جاهزة وأبراج يالسة تنبني. تشوفون الكرهنات، شوارع جاهزة حاليا. هاي الأبراج مثل ما تشوفونها جاهزة. وعلى جهة اليمين، على يميننا حاليا، بيكون أطول برج في العالم، برج الخور. مثل ما تشوفون احنا حاليا فوق منطقة او جسر مجهز. المنطقة اللي تحتنا بيجهزون فيها اعمار او يالسين يجهزون شاطئ الخور، فبيكون جسر راس الخور. المنطقة الاخيرة بتفصل كجزيرة. حاليا الشغل موجود قائم على قدم وساق، واحنا دخلنا المنطقة اللي بتكون هي الجزيرة. قدامنا مواقف المرسى، وقدامنا ابراج ما شاء الله وايدة. خلنا ناخذ جهة اليسار ونشوف المنطقة زيادة عن كثب. الحلو في منطقة برج الخور ان هي قرب من المحمية، المحمية الطبيعية، محمية راس الخور. فبتشوفون دائما في دعاياتهم صور الفلامينغو، لان محمية الفلامينغو القريبة منها المنطقة. المنطقة حاليا بدت ناس تسكن فيها، بدأوا مستأجرين يسكنوا فيها، لأن فيها مباني جاهزة، فيها المرسى جاهز. خلنا نروح نشوف صوبة. أنا ما مر صوبة، بس خلنا نروح نمر نشوف هل في يخوت واقفة ولا لا، شو وضع حاليا. البعض ممكن يستفسر، والله عبد الله شو الأسعار اللي في هالمنطقة، أو هل تتوقع أن المنطقة هاي مستقبل؟ يعني عمار دمجوا بين الفكرتين، فكرة أطول برج في العالم. طبعا متى أطول برج في العالم؟ بعد ما تقرر متى بيكون بناء أو انتهاء. طبعا بدأوا هم في بناء الأساسات للبرج وواقفين حاليا. الشقق الموجودة ما في استوديوهات، طبعا موجودة غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة، والأسعار متراوحة. يعتمد شو البرج اللي تختار. شوفوا الأبراج الموجودة هنا ما شاء الله أنواع وأشكال، فأي برج تختاره، أي إطلالة تختارها، الأسعار تتراوح تختلف. ممكن تحصل لك أشياء على مليون ومية، مليون وثلاثمية، الأشياء الرخيصة، وممكن تحصل لك أشياء على 4 مليون، 5 مليون. يعتمد غرفة وصالة، ولا غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة، 4 غرف وصالة. فخيارات جدا كبيرة موجودة، كل على حسب ميزانيته. والله عبد الله شو تتوقع لهالمشروع؟ بما ان اعمار حاطة ثقل في هذا المشروع، وتبى تدمج فكرة المارينا ومع الاطول برج مع المحمية، فعلى المدى البعيد اتوقع انه يطفر هذا المشروع طفرة قوية. ما اتكلم اليوم 2020 ولا 2021، انا اتكلم اي شخص حاب يستثمر تفكيره على المدى البعيد. داون تاون جديد بيكون في دبي، في ما شاء الله شوفوا التجهيزات قائمة على قدم وساق. استثمار على المدى البعيد، استثمار قوي جدا جدا جدا. على يميننا هذا مركز المبيعات اللي تابع لأعمار، عندهم أعمار كذا مركز مبيعات، هذا واحد من مراكز المبيعات. خلنا نجرب نروح صوب مرسى اليخوت. انا اشوف في مواقف موجودة على اليسار، خل اجرب انزل مواقف ونشوف هل طلعنا هناك صوب مرسى اليخوت ولا كيف الترتيب. مواقف المرسى جهة اليسار، خلنا ناخذكم. جرب.
شاء الله مجهزين مواقف تحت الأرض، يعني المخطط أن تكون جزيرة، قاعدين يجهزون الجزيرة وكل الخدمات أو المواقف تحت الأرض. الحين وين نروح؟ يمين يسار سيدا، يعني مثل ما تشوفون يمين ويسار والله في سيارات، يعني ناس بادية تسكن في المنطقة، منطقة جديدة. بس ما شاء الله شوف الباركات يمين يسار سيارات، ما توقعت يعني هالشيء. عسب توصل، لأن المرسى لازم توقف سيارتك في الباركات تحت وتصعد في اللفت للبيتو عشان تطلع صوب المرسى وصوب المباني. طبعا أنا صعدت وحين نازل صوب المرسى أشوف الأمور. شفنا خريطة هنيها مثل ما تشوفون، احنا عند مرسى الخور، هذا فندق فيدا عندنا ريزيدنس 1 وريزيدنس 2. هني عندنا ثلاث ابراج فاتحة سكني فيدا فندق، وثلاث ابراج سكني فاتحة. خلا شو اراويكم، هني هالابراج وهذا فيدا وهني ها الابراج. طبعا ست ابراج حاليا فاتحة مطلة على مرسى اليخوت. هذا مثل ما تشوفون هني ها يخت واقف، وهني فيه واحد ثاني صغير واقف، موجودين يعني المكان جاهز. هذه الابراج نورث 1 2 3 فندق فيدا، طبعا بسبب الاوضاع حاليا مسكر. وهاي الثلاثة الباقية، هذه الستة اللي على المرسى كلها جاهزة. طبعا هذه منطقة برج خليفة، يعني انت اذا كنت مشتري في الستة ابراج اللي وراي عندك اطلالات على برج خليفة وعلى مرسى اليخوت، دمج بين دبي مارينا والداون تاون، عندك الفيو ماله، وعندك هناك هذيك الجهة محمية راس الخور. شوف انت لو ماخذ لك في هالابراج عندك اطلالة داون تاون كاملة. شوف الاطلالات، طبعا الجهة الثانية بتقول لي شو اطلالاتهم الجهة الثانية، طبعا بيكون برج الخور. فحاليا اوكي ما عندك اطلالة اليوم، بس على المدى البعيد يوم ينبني البرج يجهز بتكون عندك اطلالات. الاسعار تختلف على حسب الاحجام وعلى حسب الاطلالات. والله بصراحة هاي اول زيارة لي لبرج الخور او لمشروع الخور، وانطباعي جدا ايجابي، ما كنت متخيل ان هالشيء اللي قاعد يصير. بما ان احنا صوب المحمية بيشوفون وايد يحطون اشكال الفلامينغو، محمية الطيور موجودة. اطلالة الصراحة من هني خرافية، داون تاون كامل اطلالته عندك، مش بق فقط برج خليفة. واذا تقول لي المشروع، المشروع مش فقط ست ابراج، لا مشروع كامل، راس الخور مشروع كامل. مثلا هذا برج قيد الانشاء، هناك ابراج قيد الانشاء، كل برج اطلالته تختلف، مشاريع او ابراج متعددة، نظام دفعات مختلفة، يعتمد اي برج انت تاخذ فيه وشو المساحات اللي تاخذها، غرفة وصالة ولا غرفتين وصالة، متى موعد تسليم البرج، تختلف أنظمة الدفعات. والله برج جاهز دفعاته غير، برج بيجهز 2022 دفعاته غير، 2023 دفعاته غير، كلن على حسب احتياجه، كلن على حسب ميزانيته وظروفه. فإذا أنت مهتم في أي مشروع من مشاريع إعمار أو أي مشروع من مشاريع برج الخور بالتحديد اللي اليوم سوينا زيارة له، تواصلوا وياي أنا عبد الله. طبعا أنا عبد الله ما أخذ عنك أي مبلغ في الاستشارات، فتواصلوا وياي أنا عبد الله، منرتب لك تفاصيل، منرتب لك بعض الأمور الخاصة مع عمار، وما منقصر وياك. تواصلوا وياي، هذا رقمي 0524188558. تواصلوا وياي وما بقصر وياك، أي تفاصيل، أي نظام دفعات، أي شيء فالك طيب، وطبعا من دون مقابل، ما اخذ عنك ولا فلس. هذه جولتنا اليوم لمشروع برج الخور، تحياتي عبد الله كاظم ومع السلامه.